الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم، وانصر ولدهم مقتدى 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 يا الله يا محمد يا حبيب يا مهدي أصل. قال السيد الشهيد المجاز لا يزال الكلام في مقدمات الدليل الشرعي اللفظي، وقلنا أن هذا الدليل الشرعي بما أنه لفظي فيحتاج إلى تقديم مقدمات لغوية. السيد الشهيد يقدم 14 مقدمة لغوية، هاي كلها مقدمات لغوية، مو مقدمات أصولية، مو قواعد أصولية، وإنما مقدمات لغوية. وصلنا إلى المجاز. إخواني، استعمال اللفظ إما أن يكون استعمال حقيقي، وإنما وإما يكون شنو؟ استعمال مجاز. مجاز شوي خلنا راجع علم المنطق. استعمال حقيقي أو استعمال مجاز، شنو نعرف المعنى الحقيقي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. إذا استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له هذا استعمال حقيقي، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مع وجود مناسبة ووجود قرينة هذا شو يسمونه؟ استعمال مجاز. سؤال، ما هو معنى المناسبة؟ شنو معنى المناسبة؟ المناسبة يعني جهة الشبه، جهة الشبه. شوف الآن عندما أقول رأيت أسداً هذا استعمال اللفظ مع تجرده عن القرينة، هنا الذهن وين يتبادر؟ إلى المعنى الحقيقي. أما إذا قلت رأيت أسداً يخطب على مسجد الكوفة، ها إذن استعملت اللفظ في غير ما وضع له. ليش؟ لوجود مناسبة. وين المناسبة؟ يعني جهة الشبه، جهة الشبه، جهة الشبه ما بين الأسد وهذا الرجل الخطيب هي الشجاعة. واضح الكلام لو مو واضح؟ هي الشجاعة، هاي يسمونها المناسبة، هاي يسمونها المناسبة. كلام واضح أعتقد؟ زين. وأما القرينة فهي شنو؟ رأيت أسدا نفتح قوس يخطب على مسجد، على منبر مسجد الكوفة. سد القوس، يخطب على منبر مسجد الكوفة، هاي يسمونها قرينة، قرينة لفظية. رأيت بحرا يدرس، إذا أقول رأيت بحرا يتبادر الذهن إلى المعنى الحقيقي، هذا استعمال حقيقي لأنه استعمال لفظي فيما وضع له. أما إذا قلت رأيت بحرا يدرس يعني أستاذ يدرس، فهنا أولا وجود قرينة وهي يدرس، بحر ما يدرس. ثانيا أكو جهة الشبه اللي نسميها مناسبة، البحر فيه جهة الكثرة، كثرة الماء كثرة، والأستاذ الذي يدرس ها فيه كثرة، يعني كثرة معلومات. واضح؟ فالمناسبة هي جهة الكثرة والقرينة واضح. فإذن متى ينصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ الجواب عند وجود أمرين. الأمر الأول هي المناسبة، والأمر الثاني هي القرينة. هذا الكلام واضح لو مو واضح؟ خلنا نرجع للأصول، أصول الحلقة الثانية.
السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحلقة الثانية يقول إذا حصل القرن الأكيد ما بين اللفظ والمعنى، مو احنا قلنا النظريات بالوضع ايش قد؟ أربعة، إما وإما وإما، إما نظرية الاعتبار أو الاحتمال الذاتي أو التعهد أو القرن الأكيد. يقول إذا تم القرن الأكيد راح يحصل شنو؟ راح يحصل ارتباط ما بين اللفظ والمعنى. فاللفظ له الصلاحية على المعنى الموضوع له، يدل زين، وبعد شجل وله صلاحية الدلالة على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له. بعد الاقتران والارتباط ما بين اللفظ والمعنى هنا شو راح يحصل؟ يقول المعنى راح يدل دلالتين، الدلالة الأولى يدل على المعنى الموضوع له على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، هاي الدلالة الأولى، ويدل على اليمن على أن هذا اللفظ موضوع أيضا للمعنى المشابه للمعنى الموضوع له وهو المعنى المجازي. واضح الكلام أخواني لو مو واضح؟ هذا بعد القرن تحصل شنو؟ تحصل عندنا هاتان الدلالتان، مو دلالة واحدة. فبعد وضع لفظ الأسد للحيوان الزائر وحصول القرن والارتباط، هذا القرن الأكيد راح يدل دلالتين، دلالة على أن هذا اللفظ موضوع المن للمعنى الحقيقي للمعنى الموضوع له، وأيضا موضوع للمعنى المشابه للمعنى الموضوع له. فهمنا المطلب؟ واضح الكلام؟ زين، إذا قلنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، هذا معنى حقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، وإن قلنا أن هذا المعنى راح يدل على اليمن له صلاحية الدلالة على المعاني المشابهة، المعاني المشابهة منه معاني المجازية. واضح الكلام أخوان لو مو واضح؟ زين، سؤال، هل أن بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي عرضية أم طولية؟ المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ما هي العلاقة الحاكمة ما بينهما؟ هل هي علاقة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فيقع السؤال، كيف نحدد أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى؟ هذا سؤال مهم، وهذا السؤال تقريبا يعني هو من المطالب الأصولية، كيف نحدد أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى؟ الجواب، نحدده بالتبادر. شنو معنى التبادر؟ شنو معنى التبادر؟ انسباق الذهن من حاق اللفظ إلى المعنى، انسباق الذهن من حاق اللفظ إلى المعنى. شنو نسمي هذا؟ راح نسميه تبادر. شوف، الذهن إذا سمع اللفظ وكان هذا اللفظ مجردا عن القرينة، شو يقولون؟ حاق اللفظ من حقيقة اللفظ، من اللفظ إذا كان مجردا عن المعنى، بمجرد أن الذهن يسمع اللفظ، شنو معنى يسمع اللفظ؟ يعني يتصور هذا اللفظ فينتقل إلى تصور المعنى. فإذا الذهن ينتقل
ما بين تصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى. سؤال: هذا الانتقال هل هو انتقال اختياري أم أنه انتقال قهري؟ شنو الصحيح؟ قهري. هذا الانتقال هو انتقال قهري، فانتقال اللفظي انتقال الذهن من حق اللفظ، يعني من حقيقة اللفظ، يعني من اللفظ إذا كان مجردا عن المعنى. واضح؟ ها، هذا يسمونه بأنه شنو؟ شو يسمونه؟ يسمونه التبادر. فنثبت بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، ونثبت المعنى الحقيقي بمن؟ بمن ثبته؟ بالتبادر. سؤال آخر. شنو السؤال الآخر؟ السؤال الآخر: هل أن هذا الانتقال هو مدلول للدلالة الوضعية التصورية أم أنه مدلول للدلالة التصديقية؟ ها، هذا يا دلالة اللي أخذناها سابقا. ها، أحسنتم. السيد الشهيد يقول أن هذا الانتقال هو مدلول الدلالة الوضعية التصورية. فنطبق هذا المطلب. قال السيد الشهيد: المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي. من أجل من اجت هاي الصلاحية؟ قال: من أجل الاقتران الخاص بينهما، يعني بسبب الاقتران الحاصل ما بين اللفظ والمعنى. كما يكتسب صلاحية أخرى. شنو هاي الصلاحية الأخرى؟ الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي. ها، يعني كل معنى مشابه للمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، كالمعاني المجازية المشابهة، غير أنها منو؟ أنها المعاني المجازية لها صلاحية بدرجة أضعف. ها، هسه احنا نسأل هذا السؤال: بعد الاقتران، بعد الاقتران، اقتران اللفظ بالمعنى، يدل اللفظ على المعنى الموضوع له، ثم يدل على اليمن على المعاني المشابهة للمعنى الموضوع له لكن بدرجة أضعف. لماذا؟ أن دلالة اللفظ على المعاني المجازية بدرجة أضعف. شنو السبب؟ وتكون دلالتها على المعاني على المعاني الحقيقية بدرجة أشد. شو يكون الجواب؟ الجواب، الجواب نكتبه، هذا مهم، لأن دلالة اللفظ على المعاني المجازية يحتاج إلى واسطة. صحيح؟ يحتاج أو ما يحتاج واسطة؟ يحتاج. وبعد يحتاج إلى اقترانين مو اقتران واحد، يحتاج إلى اقتران واحد لو اقترانين، اقترانين. أما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي راح يكون بدرجة أشد. ليش؟ لأنه يحتاج إلى اقتران واحد. زين، هسه احنا نسأل: اللفظ إذا احتاج إلى اقترانين ويكون أشد؟ يقول: لا لا، إذا اقترانين عرضيين هذا يكون درجة أشد، لكن الاقتران الحاصل هنا هو اقتران طولي متفرع. الاقتران بالمعاني المجازية هو متفرع عن المعاني الحقيقية، يعني اللفظ مو دل على المعنى، مو اقترن، مو ارتبط بالمعنى الأول. شنو صار؟ الاقتران حقيقي، بعد ذلك تفرع عنه اقتران ثاني، هذا المتفرع عنه اقتران ثاني مجازي. إذن المجاز متفرع عن الحقيقة، لو ما متفرع صار بدرجة أضعف. واضح؟ عرفت ليش أضعف؟ لأنه يحتاج إلى اقترانين
لكن اقترانين مو عرضيين، اقترانين طوليين. نعم، قال لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. شوف هذا التعليل، ليش أضعف؟ علل. لأنها تحتاج إلى اقترانين، ومع اقتران اللفظ بالقرين على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، ويكون اللفظ دالا على المعاني المجازية. وأما في حالة عدم وجود القرين فالذي ينسبق هذا التبادر، هذا التبادر، فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له. ومن هنا يقال أن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري، مو التصديقي، التصوري، يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. زين، يبقى سؤال، هذا السؤال يحتاج لبحث طويل، فنأجل على الدرس القادم، بس احنا نكتب السؤال. استعمال اللفظ بالمعاني المجازية هل يحتاج إلى وضع جديد؟ لو ما يحتاج إلى وضع جديد، اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي هذا يحتاج إلى وضع، صحيح؟ زين، اقتران اللفظ بالمعنى المجازي يحتاج إلى وضع جديد؟ ذهب السيد الخائي للقول بمن؟ بالإجاب، نعم يحتاج إلى وضع جديد. وذهب السيد الشهيد إلى القول بأنه لا يحتاج إلى وضع جديد. ما هو دليل السيد الخائي؟ وما هو دليل السيد الشهيد؟ ولماذا ذهب السيد الخائي إلى احتياج المجاز إلى وضع جديد؟ هذا يأتي بالدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.